على لقب الدوري لعدة مواسم متتالية. لؤي صلاح كان صانعا لمجد فريق اربيل، ومازن فياض لمسة يد موت. تواجد بتشكيلة السوري نزار محروس، كرة أمامية تلعب الآن، ومحاولة لمازن فياض إضافة هدف آخر وقتل المباراة، قتل أي أمل لفريق اربيل. لكن التأخر من علي جاسم، بدنيا تراجع هذا اللاعب لمازن فياض، لكن رأسية تعود من زهر ميداني. بافور يفقد الكرة، مر أيمن الطرابلسي، مرر لمكنزي، مكنزي كرو أكام، وتدخل ممتاز من نارتي يبعد الكرة النارتي إلى علي جاسم. علي جاسم يحاول المرور، ولكن كرة مقطوعة تصل لبرونو دوليفي. زاهر ميداني، إبعاد من السوري لحسين فلاح، رأسية لكن أيضا تتحول للأصفر. إيفان، تمريرة خاطئة من إيفان لحسين فلاح، تعود الكرة لشبه أربيل، تعود الكرة مرة ثانية، استقبال سيء من قبل علي جاسم، مرت الكرة لصالح أصدقاء، ولكن التصدي من نياز، نياز يتصدى، تعود الكرة مرة ثانية لسنا مقطوعة بشكل ممتاز ورائع جدا من علي خالد باتجاه فرانك سيدريك. أيمن طرابلسي يتدخل، يلعب لهم الخميس المقبل سيخوض اربيل مباراته، وكذلك فريق الكهرباء. ستيفن بافر في لبسة اولى، هذا الهداف ليستلم الكرة ويسلمها وينطلق الى الامام للجمهور. تمريرة امامية لكن ممتاز هذا التدخل وابعاد الكرة. يطلب الكرة وداود ايضا، أموري يفقد الكرة أمام أيمن طرابلسي، صفرة وخطأ لصالح أيمن طرابلسي.